البوتنشال تاع النتوركينج هنا كثير كبير، لانه في كثير رواد عرب تقدر تتواصل معاهم، تحكي معاهم، تشوف اي بوتنشال لبارتنرشيب بينك وبينهم. اخذنا ورك شوبس حلوه خلتنا نعرف كيف تو ديزاين ذا رايت برودكت فور ذا ماركت. التقينا مع كثير انتربرينورز من مختلف العالم العربي، استفدنا منهم، صارت في علاقات، صارت في بارتنرشيبس. من احسن الحاجات اللي ممكن تعملها، لانها هتخليك تفكر كويس قوي في الفكره بتاعتك، تتاكد ان في اسئله كتير هتتسالها وايه الاجابات اللي انت المفروض ترد عليها، واجاباتها هتفيدك بشكل كبير قوي في شركتك. الورشات العمل كانت كتير رائعه، تعرفنا على كتير غير انتربرينورز من كل العالم العربي، كانت خبره يعني لا تضاهى. انتم مدينا فرصه هايله ان احنا نتعرف على ناس من كل دول العالم، وناس مهتمه بالستارت ابس والكوميونتي ده. الايكو سيستم العربي بصراحه اظهر اكثر مما كنا نتوقع، يعني احنا توقعنا انه الايكو سيستم العربي is this active than هيك، بس بصراحه he's very it's very active. المسابقه كانت رائعه، التنافس شديد بكل المقاييس، الحكام بيطرحوا اسئله صعبه شويه، بس احنا تعودنا على هذا النوع من الاسئله. كانت اكسبيرينس بتعقيد، اكتسبنا كثير انفورميشن، تعلمنا كثير اشياء، تعرفنا على ناس، على investors. We took some professional point of view concerning our application. It was really a very big exposure for us. هذه فرصة كبيرة كبيرة، أنا نشوفها opportunity كبيرة برشا، على خاطر تخليك تفهم الإيكوسيستم في دولتك وفي الدول العربية كلها.